احلام من دار بيضاء. الو الو احلام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لاباس عليك؟ لاباس عليك. الله يبارك فيك. مرحبا. الحمد لله بارك الله فيك. سماء عندي واحد ثلاثه الاقتراحات. المهم الى بقى الوقت المهم عندي واحد صالات سوبخيز ان شاء الله. طينه بالدجاج وشريحه وواحد البسبوسه بالكريمه. المهم اللي بغيتو. اييه مرحبا. واخا بما انك اخر مكالمه خذي وقتك ان شاء الله وناخذ هذه الاقتراحات. بارك الله فيك. المهم نبداو بصالات سوبخيز. كناخذ واحد الكميه ديال البطاطا كنسلقوها. اييه. كنطحنوها كنديروها بحالكم بيوري. كنطحنوها كناخذ واحد البواطه ديال جبن بالاعشاب كنضيفوها على هذيك البطاطا. شويه من السمك دوك الاعشاب اللي في الجبن. اللي في الجبن نزيد شويه الملح شويه البزار شويه الكريم فخيش 4 معالق ولا 5 غير باش تجي رطبه ديك البطاطا. 100 غرام ديال الفرماج الحمر. جوج دروس ديال الثومه الحكوكه. كنخلطوا هذيك البطاطا مع هاد المكونات كاملين وكنخليوها كنخليوها ابار. كندوز كناخذ السلسله بالوان ديالنا حمراء وصفراء كنشويوها وكنقطعوها حتى هي مربعات وكنخليوها حتى هي على جنب. كندوزوا الصدر ديال الدجاج كنقطعوه مربعات صغار كنشحروا في واحد المقله مع شويه الزيت شويه الملح والبزار شويه الثومه المحكوكه شويه صوص صوجا اللي كيطيب هذاك الدجاج. كنضيفوا عليه داك الفلافل اللي شوينا وقطعنا. كناخذوا واحد جوج بطاطات كنقطعوهم مربعات هما وكنقليوهم. من بعد كندوزوا المونتاج ديالنا. كناخذوا المول ديال السيليكون او شي مول اللي كيعجبنا. كناخذوا كنديروا فيه فيلم اليمونتيغ كندهنوا داك الفيلم اليمونتيغ كندهنوا بشويه الزيت. كناخذوا هذيك كناخذوا بعدا واحد داك لادان فيمي يكون داك بالخرقوم صفار او اللي يكون داك المهم راه ولاو دابا بالوان. اييه كيعطيو منظر الصراحه. كيعطيو منظر. كناخذوا كنفرشوا على هذاك المول كامل وكنشيطوا من الجناب بحال غنديروا بسطيله بحال كنخرجوا من الجناب. اييه بحال بسطيله واخا. كناخذوا هذيك البطاطا هي كنسرحوها فوق هذاك لادان بي. اين بطاطا ديك البيوغي ولا؟ وي بطاطا البيوغي. اييه واخا. كنسرحوها كناخذوا هذاك الدجاج ديالنا واللي درنا فيه الفلفله وفلفل الالوان هذاك البيوغي كنعمروا به هذاك المول. هي هذاك البطاطا البيوغي كتجي غير تفريشه والدجاج هو اللي كنعمروا به المول. كناخذوا ديك البطاطا تاعي اللي قلينا كنديروها فوق هذاك الدجاج صافي وكنسدوا كنسدوا بلادان فيمي كنسدوا بلاد. قولي هذاك الطبقه ديال البيوغي كتكون غير لادان فيمي وخارجه من جناب بحال ورقه البسطيله وكنديروا ديك البطاطا البيوغي ياك. هذاك البطاطا البيوغي وعاد الدجاج بالفلافل الالوان عاد ديك البطاطا مقليه مربعات ياك. صافي نسدوا بلادان فيمي. كنخليوها كنغطيوها كنخليوها في الثلاجه تقبط راسها. صافي ملي كتقبط راسها كنقلبوها في الطفيل ديالنا تجي بحال شي كاطو. بحال بحال شي كاطو. وهذا كنرافقوها بالخضار شويه شويه اللوبيا سوتي خيزو المهم اللي بغينا حنايا. والصحه والراحه. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. قلنا هذه الفكره ديالك ونزيدوا يعني مستمعات في التزيين كيبقى على حسب شنو الموجود على حسب اختيار ديالك. على حسب الموجود على حسب شنو هما كيبغيو. اييه انت عطيتي القاعده الاساسيه للتزيين ويبقى الاختيار السيدات. الله يعطيك الصحه. زدت شويه على سلطه الروز وهذا شويه نوع شويه. وهي في الصراحه هاد الانواع ديال هاد الشلاضه اللي كتكون بريستيج وكتكون على شكل كاطو ما كتمحنش بزاف. يعني ماشي بحال ملي كنديروا مثلا شلاضه جرده خاصك تسلقي هذه 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 وتصيبي يعني هذه كتجي سهله وكتجي في المنظر راقيه كنغيروا شويه فعلا. صح اختي سهله. المهم ندوزوا للبسطيله ديال الدجاج ديالنا كناخذوا جوج دجاجات مويان يكونوا المهم جوج دجاجات كنقطعوهم كنغسلوهم مزيان نحيدوا لهم الجلده ديالهم نخليهم ينشفوا الى يباتوا. كناخذوا شويه الملح البزار سكنجبير شويه السمن جوج بصلات محكوكين جوج دروس اولا ثلاثه دروس ديال الثومه هي محكوكه شويه ضامات ديال الزعفران والزعفران الحر. كنشرملوا به هذاك الدجاج وكنديروا في الكوكوط ديالنا. كنزيدوا واحد كاس ديال الزيت مخلطه ما بين الروميه والبلديه. كنقليو فيها هذاك الدجاج صافي ونرويو بالقياس ونسدو عليه الكوكوط. ملي كيطيب لينا هذاك الدجاج اختي سناء كنحيدوه من الكوكوط كنحيدوه كناخذوا كيلو ونص ديال البصله بيضاء كنشنفوها رقيقه وكنديروها ملي كنحيدو الدجاج كنديروها في الكوكوط مع هذاك المرق اللي كيبقى. كناخذوا كاس ديال السنيده
وكناخذوا واحد الساشي ديال الزهر باش كنسمو واحد العويه ديال القرفه حتى هو كنرميو وكنسدو الكوكوط ديالنا مع ديك البصله والسنيده وهذا كنخليوها تهبط مزيان حتى كطيب ملي كنحسو بها صافي هبطات وبدات كتشرب كنحلو الكوكوط ديالنا كناخذوا بعدا واحد ربعه ديال الشريحه كنخويو عليها شويه الماء طايب غير باش تسهل القطع ديالها كنقطعوها حتى هي رقيقه ملي كنحلو الكوكوط كنشحروا كنتشحر لنا هذيك البصله ملي كتقرب توقف كنزيدوا عليها هذيك الشريحه ديالنا الشريحه حتى هي كنوقفوها مزيان مع هذيك البصيله حتى كتوقف على يدامها كناخذوا الدجاج ديالنا حتى هو كنقطعوه وكنديروه كنضيفوه على هذيك الشريحه والبصله كناخذوا واحد ربعه الكركاع اللي كندخلوا الفران مزيان ونطفيوه وندخلوا ديك الكركاع نحيدوا لي هذيك القشره الفوقانيه وكنهرمشوه صافي كنديرهم بسيطلات صغار او لبطيله كبيره كنفرشوا هذيك الدجاج وبشريحه والبصله وكنديروا فوق منه الكركاع وكنطلعوا البصله ديالنا الصحه والراحه الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك بارك الله فيك واخا تفضلي ناخذوا البسبوسه باش نختموا بها واخا ما بقاش لنا الوقت بزاف بسبوسه بلا كريم كناخذوا المهم عندنا اربعه البيضات كنديروا في الميكسور اربعه البيضات 150 غرام ديال السنيده 200 غرام ديال الزيت واحد صاشي ديال الفاني جوج يوغورت فاني وشويه الملح هذا كامل كنديرهم في الميكسور حتى كيطربوا مزيان كناخذوا البول ديالنا كنخبو فيه البيض والسنيده والزيت المهم اللي هادشي اللي ميكسينا في الميكسور وكنزيدوا عليه جوج كيسان ديال السنيده رقيقه وواحد كاس ديال الكوك الو ايوا كاس ديال الكوك كاس ديال الكوك كناخذوا المول ديالنا اللي كيكون كيتحل من الجناب كنديروه كندهنوه بالزبده ونرشوه بسنيده رقيقه وكنديروا النص ديال هاد المقادير هاد السبو هاد السبوسه اللي خلطنا كنديروا غير النص ديالها وكندخلوه للفران كنشعلوا ليه غير الفوق ايوا كنشعلوا ليه الفوق حتى كتكون واحد الطفرقه تحمى الفوق باش الا خوينا عليها الكريمه ما تخلطش لينا المهم ملي كتقطع كنخرجوها كناخذوا الميكسور ديالنا كنديروا فيه 300 غرام ديال الماء واحد 75 غرام ديال السنيده 30 غرام ديال مايزينا 100 غرام ديال نيدو ديال الحليب غبره وواحد 200 غرام ديال الفرماج مربع راه معروف المهم كنطربوا في الميكسور ديالنا كنخلطوا هادشي كامل وكنديروا فوق هذيك البسبوسه المهم كنرجعوها للفران كنبقاو شاعلين لها غير الفوق كنرجعوها للفران حتى كتقطع هذيك الطبقه ديال الكريمه المهم كتشد راسها وكتقطع كتقبط راسها كنخرجوها كنديروا النص ديال هذيك الخليط ديال البسبوسه اللي خلينا هو الى عقد لينا الى شربت لنا السميده نطلقوه شويه بالحليب كنديروا فوق منها المهم كنديروا الطبقه الثالثه ديال البسبوسه ديالنا وكندخلوا على الفران كنطفيو الفوق ونشعلوا غير لتحت بحال غنطيبوا كيك عادي وكنخليوه حتى كتحمر كامله ملي كتخرج كنطيبوا لها السيرو اللي فيه 200 غرام ديال السنيده 100 غرام ديال الماء واحد طريف ديال الحامض مع معلقه كبيره ديال الماء زهر واحد 50 غرام ديال الحليب المحلى الو اي السيرو تفضلي كنسجلوها كنخليوها تغلى نعم اي متبعين معاك تفضلي كنخليوها تغلى مزيان فوق البوطه حتى كتعقد صافي كنخرجوا البسبوسه اللي هي باقا سخونه كنقبوها في شي موز اولا كيغ دون وكنسقيوها بهذاك السيرو كنزوقوها بالكوك اولا الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك قدمتي لنا تقريبا مولو يعني ما بين شلاده بريستيج على شكل كاطو وما بين بسطيله بالدجاج والشريحه وكذلك بسبوسه بهذا الشكل تبارك الله عليك احلام وشكرا لكم مستمعنا على تواصلكم الدائم على